أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطابت ليلتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعذر اللقاء في منصة الانستغرام، وقد رجعنا إلى صفحة خالد مبروك على الفيسبوك. حديثنا الليلة عن ما يتعلق بعاشوراء، عاشوراء بين المشروع والممنوع، عاشوراء واليوم الذي يصوم فيه المسلمون أهل السنة والجماعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء فضلا، وقال بأن صيام يوم عاشوراء يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب السنة الماضية، السنة التي فاتت. وغدا هو اليوم العاشر من محرم، غدا الثلاثاء هو اليوم العاشر من محرم، فيستحب للإنسان المسلم أن يصوم في هذا الشهر المبارك. أنا أحاول إن شاء الله تعالى أنني ما نحيدش، أنا من عادتي في من عادته فهادو في البث المباشر أنني ما كنقراش التعليقات، أنني أزيل التعليقات بهذه الطريقة ثم أتكلم، لكن هذه المرة غنحاول نخلي التعليقات باش نقراهم وباش نجاوبكم عليهم، لأن كاين ربما شي واحد يبغي يسول أو شي واحدة بغات تسول فيما يتعلق بهذه الأمور اللي هي عندها علاقة بعاشوراء. حنا كنعرفوا بأن في هذا الشهر، شهر محرم، الناس مساكن كيتصابوا، ناس كيمرضوا بدون سابق إنذار، يعني حتى اللي ما كانوش كيأمنوا بالسحر ما كيأمنوش بالشعوذة، يعني كيمرضوا في هذه الأيام ديال عاشوراء. كيف مرضوا في هذه الأيام ديال عاشوراء هادو اللي مسحورين، يعني كنهضر على اللي عندهم السحر والشعوذة. سبحان الله، كان الأصل أن في عاشوراء الناس يتكلموا على الصيام ويهضروا على يعني الفضل ديال صيام عاشوراء. هذا هو الأصل، يعني أننا نتكلموا على السيرة النبوية ونتكلموا على الأحاديث النبوية ونتكلموا على ما وقع في هذا الشهر أو في هذه اليوم، هذا هو الأصل. لكن العجيب والغريب أنك تتمشي في الأزقة ديال المسلمين وكتشم الروائح الكريهة. العجيب في الأمر هو أنك كتبقى تشم الريحة كريهة، البخور كرائحة نتنة، كتبقى تشم رائحة كتقول مع راسك الدار هذه يخرج منها رائحة الخبث وفيها الخبائث. هذا البيت، هذه القلوب ديالهم والعقول ديالهم مليء بالخبث وبالخبائث يعني شيء تشمئز منه النفس، حتى ما تقدر تدخل دارهم. كتدخل دارهم فكتشم الرائحة خبيثة جدا، تقول انت غير ما تدخلش كاع، الا زدتي من حدا الدار شميتي الريحة كتقول هاد الدار لا يمكن أن ندخلها أبدا. فالأصل أن الروائح التي تنبعث من بيوت المسلمين هي الروائح الزكية الطيبة، ريحة البخور اللي فيها رائحة زوينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد الدهن الدهني، و يعني ريحة زوينة، الدهن مسك، ريحة طيبة زوينة، كان لا يرد الدهن. إلى عطى شي واحد الدهن يعني شي ريحة زوينة كان لا يرفضها ولا يردها، وإنما يقبل هذه الدهني. وربنا سبحانه وتعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالخبيث هو الذي يحب الكلام الخبيث ويحب الرائحة الخبيثة، النفس الخبيثة تحب الشيء الخبيث، والنفس الطيبة تحب دائما الشيء الطيب، الكلام الطيب والرائحة الطيبة.
نشوف واحد التعليق تيقول فيه صاحبه سي عبد الرحمن، تيقول السلام عليكم استاذ خالد، هل يمكن ان يصوم الانسان غدا وبعد غد ام لا بد من صيام تسوعاء وعاشوراء؟ بالنسبه للصيام، الصيام ديال عاشوراء في مراتب، اما ان تصوم التاسع والعاشر فهذا هو الافضل، او ان تصوم العاشر وحده، او ان تصوم العاشر والحادي عشر، او ان تصوم الثلاثه، يعني 9 و10 و11، عقل على الجواب. إما أن تصوم العاشر وحده عاشوراء فقط، والأفضل منه أن تصوم التاسع والعاشر، أو أن تصوم العاشر والحادي عشر، أو أن تصوم 19 و11. هذا كنتمنى أن الجواب يكون وصل، يعني اللي ما صام اليوم الاثنين التاسع يصوم غدا 10 ويصوم مع 11. مزيان. وفيكم بارك الله. قلنا أن الأصل أن الناس يتكلموا على الصيام ويسولوا على الصيام ويعرفوا الفضل ديال صيام عاشوراء، ويتكلموا مع وليدتهم على صيام عاشوراء، ويتكلموا مع الأحباب ديالهم على صيام عاشوراء. هذا أفضل وهذا مزيان. بالنسبة للأيام البيض، يعني 13 14 15 من الشهر، أو 3 أيام في الشهر العربي، 3 أيام في الشهر العربي يصومهم الإنسان مزيان، هذو أيام البيض على طول السنة. في أي شهر عربي صوم فيه 3 أيام، هذوك هما أيام البيض. فقلنا أن الأصل أن الإنسان يتكلم في هذا الشهر على الصيام، يتكلم على الصيام ويتكلم على فضل الصيام مع الوليدات ومع الأقارب ومع الأحباب. لكن المشكل هو أن السحر والشعوذة في هذا الشهر، لأن المسألة عندها علاقة بالنجوم، وعندها علاقة بالقمر، وعندها علاقة بعلم السحر، أو علم، لا بد أن نقول هو علم. قال الله تعالى يعلمون الناس السحر، فهو علم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو علم. إذا هذا علم يعلم، وله يعني طقوس، وله كذلك مراحل وكذا وكذا. فنسأل الله تعالى يحفظ جميع المسلمين من السحرة ومن المشعوذين. لو أن لهؤلاء السحرة عقوبات زاجرة لما وجدت لهم قرارا في بلاد المسلمين. تيقول شي واحد، تقول انا عندي وسواس وبسببه قطعت الصلاة، واش عنده علاقة بالمس؟ الا انت عندك الوسواس غادي تمشي عند طبيب نفسي، غادي تزور واحد الطبيب نفسي وقول لي انا عندي الوسواس، ان ما يمكنش تقطع الصلاة اللي هي ركن من اركان الاسلام، خصك تعالج الامور ديالك. بما انك قادر انك تدخل الانترنت وتكتب لي تعليق، اذا انت تبارك الله راه عندك عقل، عندك عقل. إيه والعاقل يعني وجبت عليه الصلاة، اذا خصك تصلي. اشنو عندك وسواس بسبب قطعة الصلاة؟ انا عارف بان الوسواس راه كيضر، هو مرض ما مزيانش ياك، ولكن ضروري تزور طبيب، تمشي عند طبيب نفسي وقول لي انا عندي وسواس. يقدر يكون عندك واحد النقص ديال المواد في الدماغ، بحال فيتامين دي، بحال بعض المعادن، ممكن يكون عندك هذا النقص. الطبيب غادي يقول لك دير شي تحاليل، غادير دوك التحاليل تردهم لي ويشوفهم، وديك الساعة غادي يوصف لك واحد الوصفة طبية اللي غادي تتبعها إن شاء الله تعالى، ويرجع لك الأمور ديالك مزيان. ماشي أي حاجة كنقولو راه الجن والسحر، ماشي أي حاجة، مفهوم؟ إذا الناس ديال الوسواس مزيان يديروا الرقية ويقراوا القرآن مزيان، لكن هذا وحده ولا يكفي، ضروري من زيارة طبيب نفسي باش يعطيك دوك المواد اللي ناقصينك. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. نتمنى اللي عنده هذا المشكل اللي قال الاخ حتى هو يدير نفس النصيحه يدير بها. الله يحفظكم. قلنا ان الانسان لو ان بلاد المسلمين تطبق شريعه رب العالمين لما وجدت لما وجدت ساحرا ابدا في بلاد المسلمين. ولكن مع الأسف، السائلة تقول عفاك، واش صحيح قطع شعر
قطع الشعر ليلة عاشوراء كي طوله، هذا غلط. لا علاقة بين عاشوراء وبين يعني تقليم الأظافير ولا قطع شعر الرأس ولا يعني حلق الشعر ولا كي شيء، لا وتقطع، لا علاقة، لا علاقة أبدا. الشعر ما عندوش علاقة أبدا واش قطعتيه في عاشوراء ولا في ذو القعدة ولا ذو القعدة أو ذو الحجة، أو قطعتيه في محرم ولا في شهر 6 ولا شهر 7 ولا ذو جنبير ولا مي، لا علاقة. يعني ما عندوش علاقة واش كيطول ولا ما كيطول، لا علاقة. ولا يكتب لكم شي واحد فقلنا ان السحرة كثروا لانهم العقوبات ديالهم ما كايناش، كايناش عقوبات اللي هي نيت يستحقونها. كيفاش يدمرون عقول الناس؟ كيفاش يفرقون بين المرء وزوجه؟ كيف يفرقون بين الابن وابيه وامه وعائلته؟ كيشتتوا اسرة كاملة، ثم يعني كيحاربوا الناس الناجحين، كيدمروهم، ثم تتلقى مثلا اللي كاع شدوهم ولا شي حاجه كيحكموا عليهم شي شهر ولا شهرين 3 شهور ولا 4 شهور ديال النصب والاحتيال. كيقول واحد السائل، تيقول واحد السائل هنايا، السلام عليكم سي خالد رزقك بخير. واحد السيده من العائله، مشات لي هذاك السائل، مشى لي يا خويا. تيقول سي على ايه، جابوا لي واحد الراقي كيقرا عليها ساعه، بدا كيخطط لها في شي طلاسم وما قراش القران الكريم عليها. مورا تزاد عليها الحال، ولات تشوف خيالات في الدار وشي راجل كيجي عندها، والحاله ديالها ولات اسوء. نرجيك بخير، شنو المعمول في هذه الحاله؟ هذاك ماشي راقي، هذاك غير عطيتو ذاك اللقب، ماشي راقي وانما هو ساحر، لان اللي كيكتب الطلاسم ساحر، اللي كيكتب الطلاسم هذا ساحر، واللي ما كيقراش القران وكيكتب الطلاسم هذا ساحر. لأن شنو هي الرقية؟ الرقية هو كلام الله، كلام الله يقرأ على المريض، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويسمع، لابد أن نسمع هذا القرآن، ماشي يقرأ يتمتم، فهم؟ فهاد السيدة مسكينة خاصها تعالج، كتب ليها خطط ليها في شي طراسي مقرر، خاصها تعالج بعدا من هذاك الشيء، وهذاك مسخوط الوالدين خصو يمشي للحبس، وخاصها تعالج الله يشافيها مسكينة. عالجوها مسكينة، لأن عالجوها دابا خصكم تعالجوها من داك من المشكل الأول القديم اللي بسببه جبتوا هذا الساحر، ثم تعالجوها من هالشي اللي هذا الساحر، الطلاسم اللي كتب لها والتخربيق. جدتو جوج مشاكل، ولذلك الإنسان خصو يكون يعرف فين يمشي وشنو يدير شنو ما يدير، فهمتيني؟ ماشي أي واحد يجيبو لدارك، الناس راه جابو لديورهم شي واحدين وداو لهم الدار كامل. راه كنت عاودت واحد القصه ديال واحد السيده، كانت جات عندي من تيزنيت، عاودت القصه ديالها واحد المره. كانوا جابوا واحد السيده باش انها تعالج لهم واحد المشكل ديال واحد خوهم، مشكل ديال خوهم. صدقات هذيك السيده دات لهم الدار كامله، خلاتهم على الدص. كانوا ديك الساعه تواصلوا معايا وطلبوني باش نمشي عندهم، كان جات عندي المسجد هذيك السيده، هذيك البنت اللي عندها هذا المشكل في تيزنيت، ومشيت عندهم تيزنيت وقالوا لي سمح لنا راه ما عندنا فين تجلس. علاش؟ الدص اللي كاين، دات لينا كل شيء، دات لينا حتى الشيكات وكذا، وصلت المحاكم، وصلنا مع ديك السيده للمحاكم، وداك الاب ديال داك الولد وديك البنت حتى هو شدوه بسبب الشيكات اللي عطاها على بياض تكتب فيهم اللي بغات. مشاكل والله الا مشاكل، ماشي اي واحد دخلوا للدار. قصه طويله باش نعاودها كامله باش ما تديشنا الوقت، لكن ماشي اي واحد تجيبو للدار كما كان كما بغى يكون الا ما بانش فيه الصلاح وما بانش فيه الايمان وما بانش فيه القران وما بانش فيه كذا، ما تجيبوش اخويا للدار. حتى العيالات، عيالات الله المستعان وصافي. تيقول سائل اخر، هل يجوز تنظيف المنزل بماء البحر؟ ما فيه حتى مشكل، بغيتي تسيقي بيه سيقي بيه، بغيتي تقراي عليه القران ماء البحر قراي عليه القران مثلا وتسيقي به الدار، ما فيها حتى مشكل. بغيتي ترشي به رشي به، رشي به الاركان ديال البيت، اركان الزوايا القائمه ديال البيت والاركان ديال البيت، ما فيها حتى مشكل. ومكان ديال النوم يرش به الانسان بشي رشاشه يكون مقري فيه قران، ورش به، ورش به العتبه ديال الدار، ورش به الباب ديال الدار، لان هادو معرضين للسحاره والمشعوذين. العتبه ديال الدار والباب ديال الدار هادو معرضين للسحاره، يعني في اي وقت ممكن
انه يخليكم تتخرجوا ولا في الليل ولا قبل الفجار ولا شي حاجه بحال هكا. هاد الاوقات كيكونوا فيها السحره، ولا يسخروا شي واحد من السكايريه اللي هما جالسين في القناه ما عندهم حتى شي شغل، يعطيه ويقول لي رش هاد شي حدا الدار ديال دوك الناس، رش هاد شي حدا في الباب، ويجي حتى هو يبدا كيرش. لذلك مزيان الكاميرات يكونوا في حدا الدار باش تشدوهم بعدا تبلغوا بهم. الا مشاو غير واحد 4 شهور ديال الحبس راه الله يجعل البركه. إذن ماشي مشكل أنك تستعمل ماء البحر وكذا. عند عفاك الأخت ديالك طيح بكثرة الروقات، كانوا كيجيو لعندنا للدار أنا هو اللي نسمعها، ودابا مبقاش الرقية. لا دابا تيقول كتعم كثرة الرقاد كانوا كيجيو لعندنا الدار انا هو اللي كنت انا هو اللي كنت كنت كنجلس معاهم، دابا ما بقيتش كنقدر نتصنت للرقية، ما عرفتش علاش، حيت دابا ما قلتيش ليا علاش. علاقة السحر والشعوذة بيوم عاشوراء عنده علاقة بالنجوم، عنده علاقة بالنجوم بالقمر. هاد الوقيتة بالضبط كاين شي طقوس كتدار في هاد الوقيتة، ثم كذلك عنده علاقة الوقيتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم كما قالوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. والقصة ديال فرعون وموسى كان فيها السحرة وكان فيها المشعوذين. راه ما كان بغي نقرا بعض الاسئله ولكن ما كيبانوش ليا مزيان، ما كنقدرش نقراهم مزيان، ما عارفش المكتبه ما كتكونش مزيانه. المساجد انا ما بقيش في المسجد، كتسول وحده كتقول عفاك اش مسجد كدير حصه تحفيظ القران للاطفال، ما بقيش في المسجد، ما بقيش في المسجد. تيقول السائل الوسواس والخوف واش بسبب القولون ولا مناش؟ ممكن القولون ممكن عنده بزاف الاسباب، الوسواس والخوف عنده بزاف الاسباب اللي من بينهم هذاك القولون العصبي، ده هو راه ممكن يسبب لك الوسواس ويسبب لك الخوف، فلذلك عالجه ونقيه، عالجه ونقيه. ممكن ان يقص لك الوسواس والخوف، لان سبحان الله العظيم اثبتت الدراسات هذا الامر، ان الا كان عندك مشكل في القولون غادي يسبب لك مشكل في الدماغ. ما اعراض السحر والعين؟ بالنسبه للعين، بالنسبه للعين كيكون الانسان احيانا كيكون الخمول الكسل، كيقدرش ينوض يتحرك يدير شي حاجه، ثقيل، التثاؤب بزاف، التثاؤب المصاحب للدموع، كتبقى تتثاءب وعينيك تيغرغرو بحال غيدمعو. احيانا كتحس ببعض بعض الحركات بحال اهتزاز في بعض العضلات، كيكونوا بعض الحركات في بعض العضلات. ثم كذلك الا كتسمع القران كيجيك النعاس، الا كتسمع القران الكريم او الا كتقراه كتبغي تنعس بزاف، هذا سبب هذا من اعراض ديال العين. من أعراض ديال السحر كذلك هو أنك إذا سمعتي الآيات ديال السحر كتأثر، خاصة سورة البقرة إذا سمعتي ليها كتأثر، يعني تجلس وتركز مثلا على سورة البقرة، تركز على سورة البقرة راه غادي تبان فيك بعض الأعراض. غمض عينيك دير ودنك فيها سورة البقرة وتكا وسمع سورة البقرة بتركيز، راه يبانو فيك شي حركات بالأصابع، حركات برجلين، الكرش كذلك، التنفس كذلك، ممكن يبانوا هاد الأعراض. فبحال قلتي سورة البقرة كتعطينا بحال هي تحليلة، بحال شي سكانير كدوزو باش أنك تشوف واش عندك شي سحر ولا لا. يقدر أنك تبدأ البقرة وديك النعاس، ممكن هادو يكونوا من بين العلامات. تيقول شي واحد هنايا معاد، السلام عليكم ورحمة الله، غدا عاشوراء يقولون، لا ماشي هو، شي سؤال آخر، طبعا السؤال مش عليا.
تيقول شي واحد راه ما صمش اليوم، واش واخا نصوم غدا وبعد غدا؟ اه، اللي ما صامش اليوم ممكن يصوم غدا وبعد غدا، في حتى مشكل. لدي سؤال آخر. حين أصلي الفجر تدمع عيني بشكل غريب، دموع غزيرة، وش غير الفجر وحده أو لا؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وش غير الفجر وحده اللي كاينه في الحالة هذه ولا لا؟ الحجامة هي دواء لهذو كامل اللي قلنا دابا، شتي العين والحسد والسحر والمس. الحجامة ضرورية، أي واحد كيعاني من هادو ضروري يدير الحجامة، إلا إذا كان مريض شي مرض مثلا بحال فقر الدم الحاد مثلا، هذا ما يديرش الحجامة. إذا يسول علاش ما يدير الحجامة. أما هي الحجامة راه مفيدة بزاف لهاد الأمراض اللي قلنا دابا. هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ طبعا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فماء البحر يجوز لنا أن نتوضأ به، ويجوز لنا أن نأكل الميتة ديالو اللي هو السمك. إذا حافظ الإنسان على صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. فالإنسان يحرص على صلاة الصبح، حرص عليها ما أمكن، أنه ما تفوتوش صلاة الصبح. وقد ذكر صاحب الترغيب والترهيب قصة وقعت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان مع ابنه بلال، مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا حينئذ، وكان مع عبد الله بن عمر وولد بلال، أو سالم، لا سالم ماشي بلال، هو اللي وقعت القصة ديال لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذه القصة وقعت مع سيدنا عبد الله بن عمر وولد بلال، لكن هذه مع الحجاج وقعت لسيدنا عبد الله بن عمر مع ولد سالم. كان مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فجيء برجل حكموا عليه بالإعدام، بأن يقطع رأسه. فقال الحجاج بن يوسف الثقفي لسالم بن عبد الله بن عمر، قال لي: خذ هذا الرجل واقطع رأسه في الساحة. هو يشدو سالم فذهب به إلى الساحة، وهما في الطريق سأله سالم: هل صليت الصبح اليوم؟ قال: نعم. قال: ذهب اهرب، سير هرب. فذهب الرجل وانطلق، فعاد سالم إلى الحجاج مع أبي عبد الله بن عمر، فقال له الحجاج: ماذا فعلت؟ هل قتلته؟ قال: لا. قال: ويحك، لما؟ قال: حدثني أبي، هذا أبي، هذا عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أقتل رجلا وهو في ذمة الله؟ فقال عبد الله بن عمر: كيس، ولذلك سميتك سالما، سميتك سالم ليسلم الناس منك، كيس يعني رجل. فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله. إنسان يصلي الصبح الله تعالى يحفظه من الشياطين ديال الإنس وديال الجن. تيقول السائل: شنو هما نقاط الضعف ديال السحرة والمشعوذين؟ أول حاجة هو أنت، ماشي نقاط الضعف ديالهم، هو أنت خصك تقوى. أنت إلا ضعيف وعرفتي نقاط الضعف راه ما غادي دير والو، لكن أنت إلا قوي يكونوا هما قوي، يكونوا عندهم نقاط الضعف ولا ما عندهمش نقاط الضعف ما كيهمناش، فهمتيني؟ يكونوا قويين ولا يكونوا ما عرفتش، يعجبهم راسهم يقولوا لي يديروا اللي بغاو. لكن دائما تتخيل انت ما عمرك تخاف، فهمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القصه ديال سيدنا موسى عليه السلام مع السحره، وقالوا: يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال: بل القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه. شوف راه مكتار، هو واحد ومكتار، وفرعون جاب كبار السحره يعني الجهابذة ديال السحرة. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى،
انت خصك تحس بهذه انك انت الاعلى. اذا كانت عندك انك انت الاعلى، يجوا السحرة كاملين، انك انت الاعلى. فلما رمى هو القى ما في يمينه فاذا يتلقف ما يفكون ما يصنعون، فهزموا هنالك. فنحن نحتاج الى ايمان. لما كيكون عندك ايمان، انت ديك الساعه السحرة كيخافوا منك. الا كنتي انت عندك ما عندكش الخوف، ما كتخافش، فهمتي؟ لان راه شحال من واحد حامل لكتاب الله، وشحال من واحد كيصلي الصبح، وشحال من واحد كي العبادات كيديرهم، ولكن خواف خواف خواف. هذه هي المشكله، فهمتيني؟ إذن الخوف هو المشكل. السؤال تيقول لك بارك الله فيك، غدا سؤال آخر تيقول شي واحد فيهم غدا 10 يقولون إذا اشترى أحد بيتا لا تنظف. قال لك شرى شي واحد شي بيت ما خصوش ينظف. هذا كلها خرافات ديال الناس، خرافات وجهل. هذا من الجهل، هذا من الجهل. نرجعوا لموضوع الشباب، نرضي عليكم. هو أن شنو قلنا؟ قلنا القول الخوف. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا الإنسان اللي هو كيخاف من الشياطين، هذا عنده مشكل في الإيمان، يعني عنده مشكل في الإيمان، عنده مشكل في الإيمان. فلا بد، إذا كنت تريد أن تحارب هؤلاء السحرة وأولئك كذا، لا بد أن لا تخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، أنك تحس بالقوة. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالإيمان هو كل شيء، والخوف هو كل شيء. من كتخاف؟ من اش كتخاف؟ إذن نقاط الضعف ديالهم شنو هو؟ نقاط الضعف ديالهم هو قوة إيمانك أنت، صافي، قوة إيمانك بأن تعلم يقينا بأنه لا يمكن لأحد على الإطلاق على وجه الأرض أن يفعل شيئا إلا شيئا قد كتبه الله لك أو عليك. هذا هو الكي. فما شنو غادي يوقع بالسلامة؟ سيقع شيء كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، صافي انتهى الأمر. أش غادي يدير بالسلامة؟ شيء مكتوب. المهم هذا موضوع آخر. أنا اللي بغيت نقول للناس هو أن القوة ديالك أنت باش غادي تجيبها؟ أولا بالقلب، حيت كاين بعض الأعمال اللي هي قلبية، ماشي أعمال الجوارح وأعمال الأفعال، وإنما عمل القلب أفضل شيء. هو أن القلب ديالك تهتم به يكون قوي. عاد ديك الساعة نتكلموا على الصلوات الخمس، ونتكلموا على الصيام، ونتكلموا على الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلموا على هالشي. أول شيء هو القلب. القلب، هذا القلب لا يخاف أحدا إلا الله، صافي. هذا القلب لا يخاف أحدا إلا الله جل في علاه. ثم لما كتعمر القلب ديالك بهذا الإيمان بأنه لا تخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الرزاق هو الله، وأن الحافظ هو الله، وأن الشافي هو الله، لما كيملأ القلب ديالك بهذا الإيمان، حينئذ أجي دير العبادات. عندك صلوات الخمس في الوقت، خاصة الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ثم أذكار الصباح، لا بد أن تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح، دير أذكار الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، إلى غير ذلك من الأذكار. التهليل، التكبير: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و 100 مرة في المساء. هذا كله كتعاون بزاف، أذكر الصباح وأذكر المساء. ثم الوضوء.
ثم الخروج وأنت كتقول الذكر ديال الخروج من البيت، هذه كلها مهمة جدا في أنك تحسن راسك. هادو مهمين، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج، أذكار الدخول، هادو كلها كتعاونك. سورة البقرة في الدار مهمة جدا هاد الأيام أنها تقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان 3 أيام. ياك البيت اللي كتقرأ فيها سورة البقرة كيهرب منها الشيطان 3 أيام، كيهرب منها، يفر الفرار، هروب هروب. فلذلك البيت ديالنا مزيان أننا نقرأ فيها سورة البقرة، شد القرآن وبدأك تقرأ سورة البقرة. مزيان تلقى مثلا اليوتيوب ولا شي حاجة بحال هكا، فانت مشكل. ولكن كنتكلم على الأفضل، الأفضل أن تقرأ، أن تقرأها أنت. وإذا قرأتها أن تقرأها بنية، تكون عندك واحد النية وأنت تقرأ، لأن الحديث فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فماذا تنوي أنت وأنت تقرأ سورة البقرة؟ إذن قراءة سورة البقرة مفيدة جدا في الدار. ثم كذلك في الدار مهم جدا أنك تأذن مرة مرة، إنسان يأذن سواء كان رجل أو امرأة في الدار دياله، يعني كنتكلم على داره، أنت دارك هذيك أذن، أسيد داركم هذيك أذن، الله أكبر الله أكبر، وأذن في الدار. أذن أنت كتمشى في الدار، أنت كتطلع مع الدروج، أنت كتدخل بيوت، الله أكبر، تتكمل الأذن، أذن في شي جوج دقايق ولا بحال هكا. إذا مزيان الأذن في الدار، أنك تأذن بنية طرد الشياطين، بنية طرد الشياطين من البيت، لأنهم لا يحبون الأذان. ثم كذلك من الأمور اللي كتبعد الشياطين على الدار هي الصلوات، صلاة النوافل. صلاة النوافل، أن الإنسان يبقى يصلي النوافل، الله توضأ، صليتي الصلوات ديالك 5 وكذا، إذا اش غادي ندير؟ نصلي النوافل في الدار. كتصلي النوافل في الدار، الشياطين ما كيبغوش، حيت ما كيحملوش السجود، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر إبليس بأن يسجد وما سجد. سجود طاعة، هذا الأمر، أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد سجود طاعة لله، فأبى. فلذلك هو يبغض أن يسجد بنو آدم لله سبحانه وتعالى، ما كيبغيش يشوف ذاك المنظر، لأنه أمر به وخالف. فمزيان أن الإنسان يصلي ويكثر من السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب: أعني على نفسك بكثرة السجود. أي حاجة بغيتي تصليها فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثم كذلك صلاة الصبح لبن نضولها ضروري أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، ده رقم واحد. ثم كذلك نعسو على وضوء، رقم 2. ثم ندير الأذكار الصباح، وأذكار ندير أذكار النوم، ونديرو المنبه، ونوصو الأحباب ديالنا أنهم يفيقونا صلاة الصبح في الوقت. هذا كلها كتعاون باش أنك تفيق تصلي الصبح. هذا مفيد جدا لنا جميعا. اللي عنده شي صاحبه يعطيه الرقم دي، يقول لي عافاك اتصل بيا في ديك الوقيته ديال الصبح. اللي عندها شي صاحبتها تقول ليها فيقيني صلاه الصبح. اللي عندها شي زوجها ولا اللي عنده شي زوجه تقول لي يلا نصلي صلاه الصبح. هذا هو سؤال. يقول: ما هي الاشياء التي يجب على الشخص اجتنابها كي يستجيب للرقية الشرعية؟ اجتناب المعاصي والذنوب، كالموسيقى والأغاني والرقص والنظر إلى الحرام، التبرج، العري، الكذب، الغيبة، النميمة، هادشي كله خصو يجتنبو الإنسان. يعني هذا هو مجالس ديال الفسق والفجور يعطيهم الإنسان اتساع، هذو كلهم مهمة جدا باش أن الإنسان يستجب للرقية الشرعية، يستفيد منها.
نسولك أهمية صلاة الفجر تكلمنا عليها وأن عندها فضل كبير، وقيام الليل أعظم عظيم جدا. يعني الفجر هي فريضة، صلاة الصبح فريضة، وهي تفيد جدا في العلاج، لكن بالليل قيام الليل هو عنده واحد الفضل كبير. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مطردة للداء من الجسد. هذا قيام الليل، مطردة للداء من الجسد. عقلوا على هذا الحديث زوين. إذا اللي عنده شي داء في الجسد عليه بقيام الليل، مش أنا اللي كنقولها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها. قال بأن قيام الليل يطرد الداء من الجسد، كيطرد الداء من الجسد. عندك مرض عضوي أو ما أو أو سحر أو شيء من هذا القبيل، إذا أي داء أثر في جسدك عليك بقيام الليل. ولكن إذا قمت الليل، خاصة النية، النية من قيام الليل هو أن عندي واحد الأذى، يا إما أذى عضوي، ويا إما عندي مشكل روحي، جين، سحر، عين أو شيء من هذا القبيل. فأنت كتركز على هذا الداء وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يطرد هذا الداء من جسدك. كاين سؤال آخر ربما ما شفنا هو. الأذكار مهمة جدا، مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث بأن الذكر مهم جدا للتحصن من الشياطين، وذكر بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الصباح 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ومن قالها في المساء كانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم هنا مع المسلمين الذين يصدقون أحاديث النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، أما غير المسلمين فلا نخاطبهم أبدا في هذا الأمر. هل قراءة آية الكرسي من العشاء إلى الفجر له تأثير على المريض؟ هو آية الكرسي مهمة جدا في العلاج، ودليل ذلك هو أولا هي أعظم آية في القرآن الكريم، وكذلك وردت فيها أحاديث كما في صحيح الترغيب والترهيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أبي هريرة رضي الله عنه قال: صدقك وهو كذوب، وقال لأبي بن كعب: صدقك الخبيث. وكلهم هادو بجوجهم تكلموا معهم شياطين، وقالوا لهم بأن آية الكرسي هي التي تهزمنا وهي التي تؤثر فينا. إلى رجعتوا على الحديث هو طويل، بغيت نعود لكم ماشي مشكل. أما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفوه بمال، بزكاة مال المسلمين، كلفوه باش أنه يحضي ذاك مال المسلمين. وفي الليل جاء واحد الراجل يريد أن يسرق هذا المال، فأمسكه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأراد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اتركني أنا فقير. وذكر له فاقته وفقره وعياله وحاجته، فرق له قلب أبي هريرة رضي الله عنه فتركه، وقال له: لا تعد. وقال لي: ما بقش نعد. وفي الصباح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لقد جاء فلان، جاء شخص وأراد أن يسرق، فأمسكته وشكى لي كذا وكذا وكذا فتركته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يعود الليلة. وفي الليلة هذه المرة الثانية عاد فأمسكه، فأعاد له مرة أخرى يشكو له فاقته وفقره وحاجته وعياله، فرق له أبو هريرة رضي الله عنه فتركه، وقال له: لا تعود. فلما أصبح الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: لقد عاد وقد أمسكته وقال لي كذا وكذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يعود الليلة. فجاء في الليلة الثالثة فأمسكه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وقال لي: هذه المرة ما نطلقكش. فقال له الرجل: دعني وسأقول لك نصيحة وفائدة لم تسمعها من قبل. قال: ما هي؟
قال إذا أويت إلى مضجعك، إلى بغيتي تنعس في بيت النعاس يعني في فراشك، إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وقال له لقد زعم بأنه إذا قرأت آية الكرسي فإنه لا يقربني شيطان ولا يزال علي من الله حافظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أتدري ما صاحبك يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. فآية الكرسي هذه مهمة جدا عندما ينام الإنسان، يعني يكثر من قراءتها، يكثر من قراءتها. وفي قصة لأبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له تمر، كان عنده واحد التمر حطه في واحد المكان، فكان كيحس بأن ذاك التمر ديالو كينقص، ويقول غنعس عليه هذه الليلة، ويعس عليه ويجي واحد الرجل وياخذ من عنده ويوقف عليه. قال لي أنت الذي تأخذ من هذا التمر؟ قال نعم. قال لما؟ قال لقد سمعت أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من صدقتك. فقال له سيدنا أبي بن كعب أجني أمت أم إنسي؟ أنا ما عمرش في ذاك الشكل. فقال له أنا جني. فمد يده، قال أبسط يدك، فمد يده فإذا يده يد كلب. فقال له أبو أبي بن كعب ما الذي يمنعنا منكم؟ شكون شنو اللي كيحفظنا منكم؟ شنو الحاجة اللي كتخلينا نكون قويين؟ فقال له الرجل الآية التي في البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعاد بها أبي بن كعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الخبيث، صدقك الخبيث، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه الآية مهمة جدا لعلاج للقوة، يعني تحس بالقوة أمام الشياطين. الاستغفار مهم جدا كذلك. موضوع الزهرية والزهري وكذا، أنا لا أحب أن الناس يدخلوا في هذا الموضوع بزاف، لأنهم غادي يهرب ليهم كما تيقولوا. إذا دخلتي في هذا الموضوع غادي ما غاديش يسالي. يعني حاول ما أمكن أنك تهتم بالعبادات ديالك، اهتم بهم، الدعاء والأذكار وكذا، باش يساليك ذاك الموضوع. لأن كاين بعض الناس لما كيقول لك انت زهري، يعني بحال كيعطيك واحد الطبع على انه غتبقى ديما مريض، وغتبقى ديما انت يا ماشي هو هذاك وكذا. فلذلك الافضل، حنا كنعرفوا بانه كاين بعض العلامات ديال بعض الناس كيكون فيهم بعض الصفات وكذا، فعلا كاين هادشي. لكن دابا الان الى انت مثلا، نقولوا مثلا فيك دوك الصفات ديال زهري فيك ومريض والراقي قال لك انت زهري وصعيبه الحاله ديالك، باش غتحس؟ غتحس براسك بانه صافي، ما بقيتيش غادي تبراو، وغادي يدخل لك الياس لداخل ديال قلبك، وغادي تفشل، ما بقاش غتخدم، ما باقي والو، غتمرض نفسيا. ولذلك بعض الامور ما كنقولوهاش للانسان المريض، بعض الاخبار وبعض الامور ما كنقولوهاش. بحال الطبيب حتى هو كذلك ما كيقولش للناس بعض الامراض فيهم في ذاك المريض، كيستعمل معاه العلاج وصافي. احيانا بعض الاطباء ديال السرطان ما كيقولوش للمرضى ديالهم بان عندك سرطان، كيقولش لي عندك سرطان، لان الا قال لي عندك سرطان، اصلا السرطان باش تعالجه خصك المناعه تكون قويه. فلما كتقول لي انت عندك سرطان، تطيح المناعه، تهبط للارض، وكيفاش غادي تعالج؟ ما غاديش يتعالج. ولذلك بعض الامور ما كتقالش للمرضى. واخا المريض كيكون كيقول لك لا، قول لي شنو عندي، ما تقولش لي شنو عنده. انت حاول تعلقه بالعلاج، علقه بانه يعالج، يتعالج، دير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي. وداكشي اللي كيقول لك هذاك الانسان دير خصو يكون مشروع، اللي هو القران، الصلاه، الوضوء، الاذكار، الدعاء، الصيام، حجامه، امور دهين، اغتسال بماء مرقي زين، هذ كلهم
أمور مشروعة، كلها أمور مشروعة، فهم؟ كلها أمور مشروعة. فلما كان غرسه في الإنسان المريض هذه الأمور المشروعة يتعلق بالعبادات والأذكار والدعاء وكذا، ما بقاش نعلقوه بالمرضى. أنت عندك هذه، أنت زهري، شتي أنت عندك علامات ديال الزهرية، فيك واحد الملك، فيك واحد الملكة، فيك واحد الجيش، فيك كذا، فيك 600 واحد، فيك هذا شنو كيدير؟ هذه المعلومات الراقي خصو يخليهم عنده، خليهم عندك. وذاك المريض علقوه بالعلاج، علقوه بالعلاج، ما تعلقوش بالمرض، وما تخليش يفقد الأمل ويفقد يعني الثقة. مزيان. أوراق السدر مزيانة في العلاج، مزيانة أوراق السدر في العلاج. إذا أوراق السدر مزيان، إذا كانوا كاع طريين أفضل. أنا كنحب أن أوراق السدر يكونوا طريين، يعني يكون باقي تشدهم تردهم لزجين، طحنهم ولا يعني تدقهم حتى يكونوا لزجين، وتخلطهم مع الماء، خلط مع الماء مزيان، قرأ عليه القرآن الكريم، قرأ عليه الفاتحة، قرأ عليه بداية البقرة، قرأ عليه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قرأ عليه آية الكرسي، قرأ عليه آمن الرسول، قرأ عليه من سورة آل عمران كذلك آيات من سورة آل عمران، لمن بينها كذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس أو قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحيانا بعض السحر ديال التفريق أو كذا بحال هكا، هاد الآيات ديال عدم التفرق وجمع الشمل، هذا مزيان، مزيان أن الإنسان يقراهم. قرأ كذلك على الماء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قرأ مثلا بداية طه والآيات ديال السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذا هذه الأمور كلها، الإخلاص، الفلق، الناس، عندهم من أهم السور التي تقرأ على لعلاج السحر والعين ومس الحسد، الحسد، الإخلاص، الكافرون، إخلاص، الفلق، الناس، مهم جدا. كذلك الزلزلة مهمة مزيانة. تقول سائل هل يجوز التبخير بالقسط الهندي؟ نعم يجوز، يجوز أنك تبخر به، ما فيها حتى مشكل أنك تبخر بالقسط الهندي إذا ثبت أنه كيعالج، أنه ما ماشي نجس ورائحته طيب، ما فيها حتى مشكل. يجوز أنك تبخر بأي رائحة طيبة، هي ما تكونش داكشي الخنز ديال الشياطين، لأن كاين بعض الأبخرة اللي هي ديال تتعيط للشياطين بهم، هذاكشي ديال التفسيخة مثلا، لما كدير الدار كتخنزها عارف بأن الملائكة تيخرجوا، بأن الشياطين كيجيو، صافي هذا هو. بغيتي الملائكة يخرجوا من الدار، خنزها، دير فيها ديك التفسيخة وخنزها. بغيتي الشياطين يخرجوا من الدار، دير رائحة طيبة، غادي يجيو الملائكة، غادي يهربوا الشياطين، خاصة إلا بغيتي الملائكة يجيو، وقرأ القرآن، قرأ القرآن، ها الملائكة كيجيو. هذا هو. كاين شي سؤال؟ لن نسالي واد البث المباشر. الأذان تكلمنا عليه، الأذن تكلمنا عليه، طريقة معرفة السحر في البيت، تعرف واش كاين السحر في البيت؟ أحيانا كيكونوا بعض العلامات، أحيانا كيكون شي بيت مثلا باخر عادي مزيان مرتاح، تي كيبداو البولاط ديالو المصابيح كيبداو يتسطاو بزاف، أولا كيبداو يغمزو بزاف، كيطفاو ويشعلو، كيغمزو بزاف، كيخسروا الأجهزة الإلكترونية في الدار، الدار كتعمر بالنمال وبالحشرات كتيرة، الدود والحشرات والنمال، هادشي كامل كيتكب على الدار بواحد الشكل غريب جدا، صداع في الدار، الغوات في الدار،
كتشعرش انت وليتي ما كتقراش القرآن في الدار، الموسيقى ديما في الدار. فبحال هاد الامور هادي كتقول بان الدار ما يمكنش، الدار ما بقاش كما كانت، الدار تغيرت وتبدلات. لما كيكثر فيها بحال هاد الامور هذا كنبقاو كنشكو، كنقولوا هاد الدار فيها شي حاجه، ما بقيناش كما كنا. ثم كذلك في الدار كتبقى تسمع اصوات، كتسمع شي واحد كيعيط لك بسميتك، كتقول له واش عيطوا ليا، كيقول لك لا. كتسمع التقرقيب احيانا، ما كانش كاع هادشي، ولكن وليت كتسمع التقرقيب احيانا ياك. احيانا كيكون تن العافيه النار، كتشعل لك النار في شي بلاصه، تتقول مع راسك اش كدير هاد النار في هاد البلاصه، كيفاش شعلات. فبحال هاد الامور هادي كتكون يا اما ديك الدار عندها شي سحر ويجمعوا عليها الشياطين، كيكون بحال هكا. الاماكن اللي ممكن كما قلنا في الاول اللي ممكن يكونوا يديروا فيها السحر، هو غالبا تيكونوا تيرشوا حدا الدار، او اللي كيرشوا لك هذيك الطابيه اللي كتكون حدا الباب. هذيك الطابيه اللي حدا الباب انا كنقول دائما للناس حاولوا تحرقوها، حرقوها ما تخلوهاش دائما، ديما ديما ديما. كاين اللي عنده الطابيه عندها 10 سنين، وديك الطابيه حدا باب الدار، او حدا الشقه، وديك الشقه كيطلعوا الناس وكيتجمع حداها، هذا رش فوق منها، هذا رش تحت منها، هذا دار شي حاجه تحت منها. هذيك الطابية مرة مرة شال فيها العافية في شي بلاصة، هزا ودا شي قنطوح وشال فيها العافية. عرفتكم تيقول واحد في بعض الأحيان كيكون فيك الحماس باش تعبد، لكن الكسل يمنعك، هل من الجن أم شيء آخر، وما هو علاجه؟ علاج الكسل، أولا ما خصناش دائما نربطوا الكسل بالجين دائما، ماشي دائما، لان احيانا بعض الناس سبحان الله العظيم اي حاجه الجين، اي حاجه الجين، وهذا غلط. يعني كسل في العباده، كسل في العباده، اذا خصك اول شيء انك تكون عندك واحد الاراده حيد علينا سميتو، فهمتي؟ اراده، انا عندي واحد الاراده انني ندير، فهمتي؟ نحيد الكسل بالحجامه، الحجامه كتحيد الكسل. انسان اللي هو كسول في النعاس، كسول في العبادات، كسول في الخدمة، كسول في كذا، حيد أخويا داك الدم، أرنا دم جديد، حياة جديدة، حركة جديدة، دورة دموية جديدة، كل شيء جديد. الحجامة مفيدة جدا. كذلك مزيان أنك تغسل بالماء مرقي، ماء بارد، قرأ عليه وغسل بهذاك الماء مرقي مزيان، تبع واحد 3 أيام ولا أسبوع، وإن شاء الله تعالى غادي تشوف واحد النشاط في فسميتو ديالك. ثم الرياضة، أو خرج أخويا تريني شوية وجري شوية وشوف راسك خفيف، تعاون. وحاول أنك دير لراسك شي غرامات، غرامات إلا ما صليتيش خرج واحد 20 درهم ولا 50 درهم صدقة. تيقول السائل هل ممكن أن أصوم الغد فقط، غدا عاشوراء فقط، ولا ضروري يومين؟ ممكن، يجوز انك تصوم عاشوراء بوحدو بوحدو، ما تزيد عليه والو، يجوز، والافضل انك تصوم قبله او بعده. الرضا كيسول كيقول كيف يمكن التمييز بين الرقاة الشرعيين. اولا هو صلاح هذا الانسان، ثانيا ان يظهر في سمته الاخلاق الحسنة، ثالثا أنك تعرف بأن هذا الإنسان العقيدة ديالو سليمة، رابعا هو أن هذا الإنسان هذا يكون تيقرأ القرآن بدون أخطاء، بدون أخطاء. إلا كيدير الأخطاء في تلاوة القرآن هذا لا يصلح، خصو يمشي يتعلم يقرأ القرآن باش يقرأ. إلا كيدير الأخطاء يقرأ داكشي اللي هو عارف يقراه، إلا كيعرف غير قل هو الله أحد بارك، يقرا مزيان الفاتحة، يقراها مزيان ما يغلطش صافي. وما يقولش لك مثلا اعطيني الملابس ديالك، اعطيني سميتك، سميت امك،
اعطيني كذا وكذا، ما شي لا اشي كيشوشوا على الناس وصافي. الناس ميت كسميت امك، الجن هما اللي كيطلبوا هاد السؤال، كيطلبوه الجن، هما اللي كيبغوا هاد السؤال. اسميت كسميت امك، الجن اللي كيقولوها، الجن كيطلبوها من داك الشخص حيت هو ما عنده ما يدير بهم، ما عنده ما يدير. الانسان ما عنده ما يدير بسميتك وسميت امك، الجن بوحدهم هما اللي كيبغوا الجواب، كيبغوك يجاوب باش انهم يعرفوا شنو يدير. هذا هو اللي كيكتب الطلاسم، هذا ماشي راقي شرعي، ما والو، هذا ساحر كيكتب الجداول وكتب الطلاسم وكتب كذا، هذا مشعوذ كذاب، هذا بلا ما تمشي عنده ما يجي عندك ما والو، كيقول لك عطيني تصويره نكتب لك فيها شي حاجه، هذا ساحر. اللي كيقول لك عطيني خاتم نكتب لك فيه شي حاجه، هذا ساحر، هذا ساحر، ما تمشيش عنده ما والو. وانما اللي كيقرا القران الكريم هو اللي بغينا احنا، اللي كيقرا القران كلام الله عز وجل والادعيه الصحيحه النبويه الصحيحه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي كينفع. داكشي الاخر كله تخربيق. يقول شي واحد هنايا، نعم سي خالد جزاك الله خيرا، بالنسبة للزيت وجدته يوما في باب المنزل فوق هذا الذي نسميه الطبية، فقمت بقراءة القرآن على الماء فسكبت عليه ورميت بها بعيد بعد ذلك، فهل هذا قد يكون سحرا مغشوشا؟ أنا كنقول حرق الطبية، كتحرق الطبية ديال باب الدار، حرقها أخويا فاش خسر، حرقها وجيب واحدة أخرى دوز واحد السيمانة حتى هي وحرقها يدير معاك مول الطبيات، يدير معاك لاباس، هذوك الزرابي اللي كيتحط واحد الدار وداكشي كامل، هذاكشي ما خدامش. دير داخل داخل الباب، لان كما ذكرنا هما كيرشوا فيها بزاف وكيديروا تحت منها شي حاجه، فهمتي؟ اولا كيقطعوها احيانا، كيقطعوها شي، دابا الا كنتي حاط شي جفاف تما حدا باب الدار كيقطعوه، يقطعوه ويدوه، انت كاع ما تلاحظ هذيك التقطيعه، ما ترديها البال، ولكن ديك التقطيعة راه فيها الآثار ديالك، فيها التراب ديالك، تخطيتيها، فهمتي؟ آمين أسيدي آمين، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، الله يجزيكم بخير كاملين. يلا جي سؤال آخر باش ما نطولوش عليكم في هذا البث المباشر، ما عرفتش واش دازو شي أسئلة، اللي طرح شي سؤال وما جاوبت عليه عاود يطرحو. الله يحفظكم هذا السيد حسن، بارك الله فيك. إلا كاين شي سؤال آخر نجاوبو عليه قبل ما نحبسو البث. بالنسبة لعاشورة كما ذكرنا كنصومو يا إما التاسع والعاشر، ويا إما العاشر وحده، يا إما بتلاتة، 9 و10 و11، يا إما هادوما الحالات، يا إما 11 10 و11، هادوما الحالات الأربعة. هل التبرع بالدم يساعد في العلاج؟ جزاك الله خيرا، مزيان. التبرع هي الحجامة راه بوحدها والتبرع بالدم بوحدو، الحجامة عندها مناطق محددة بحال الكاهل مثلا، هذا سيست الفقرة السابعة، بحال الأخداعين مثلا، هاد المناطق، فهمتي؟ يعني لا ما يمكنش نقولوا راه التبرع بالدم بحال الحجامة، لا علاقة، فهم؟ إذا كاين نقط مهمة جدا في العلاج في الحجامة، اللي من بينهم كما ذكرنا الكاهل، حتى هنايا الحجامة يعني ممكن تستعمل العسل بلا ما تحسن الشعر، ثم الظهر، ثم فم المعدة، هذو كلهم مهمين، ثم جهة الرحم بالنسبة للنساء اللي ما كيولدوش، اللي كاين عندهم مشكل ديال الإنجاب، جهة الرحم، ثم شنو آخر؟ التبرع بالدم هو مزيان، علاش؟ لأن كتحيد الدم وكيجي دم جديد، مفيد جدا، كتحيد واحد شويه ديال الدم كيجيك دم جديد، كريات حمراء جديده، مناعه قويه، بلازما، كل شيء كيتغير. الله يشافي الجميع يا ربي.
نشوف واش باني شي سؤال فاتني. ما فهمش، تيقول واحد هنايا، تيقول هنايا كيفية علاج السحر المأكول. إذا السحر المأكول عندنا، خلوا الأسئلة عفاكم نجاوب على هذا وردوا لي الأسئلة الأخرين. بالنسبة للسحر المأكول عندنا يا إما الاستفراغ تخرجه من فمك، يا إما الإسهال. أحيانا كاين بعض الناس ما كيستفرغوش أخويا، يعني أنه ما كيخرج لي والو، كيضل كاع ما كاع والو، لا شيء يخرج من فمه، ما كيعرفش يخرج، فبحال هادو كيديروا الإسهال. بالنسبة للاستفراغ من فمك، يعني ممكن أنك تقرأ على الماء وشرب فيه واحد لتر ونص فما فوق، اشرب حتى تحس بأن البطن ديالك الماء كامل، عمر في البطن ديالك كامل كله. ثم هذا الماء مقري، ماء مقري فيه قرآن، ثم تشد شي بانيو وشي سطل ودير الإصبع والتقية ولا ريشة والتقية، خويني لنا داكشي نشوفو كيفاش داير. ممكن يبان داير بحال شي شحمة طالعة لفوق، شي شحمة فوق الماء، هذاك هو سحر مأكول ياك. هذا ماء مرقي. ممكن أنك تستعمل مثلا زيت الزيتون والعسل والماء مرقي، هذا كل شيء مرقيين. زيت الزيتون ممكن تدير معاه شوية زيت الحبة السوداء، شوية غير شوية، والعسل وماء مرقي وشوية ديال هذا الزنجبيل مطحون، شوية قد هكا قد الضفر، شوية ديرو في إطرونس ديال الماء أو أكثر، حرك مزيان يكون مقري فيه القرآن، وشربوه على الريق قبل ما تفطر، خليه في كرشك واحد دقيقة ولا جوج، تحرك شوية نقز شوية، حرك كرشك مزيان، ثم التقية، دير صبعك والتقية وخوي داكشي، هذا كيخرج من فمك. هذا ممكن يديريك حتى الإسهال، يعني ممكن تشربه وتقية ويديريك حتى الإسهال، تنقي حتى القولون العصبي، تنقي القولون وتنقي المعي الغليظ ديال الأمعاء ديالك، تنقيهم. فينا هو السؤال، شي سؤال آخر. نزيل حسيمة مرحبا. في المعدة التنفسية اليدران. تيقول واحد محمد علي، تيقول بغيت ندير ديك البواطة ديال الضو، حفرتها ولقيت تحتها حجاب، خويت عليه الماء، واش كافي داك الماء؟ من الماء حجاب، يعني الحجاب كنشدو كنحلوه، كنت على وضوء انت كن موطي وشدو حلو، الا استعملتي القفازات احسن عشان تكون فيه شي مادة تقيسك ولا شي حاجة، حلو عاد قرا على الماء قرا على شي سطل ارمي فيه، تتفسخو تتفسخ تتحل، حتى يتكال مع تيرشا مع داك حتى ما يبقاش مع داك الماء. هادشي اللي قالت هاد الاخت، كتقول لقينا واحد الحجاب او حرز غير واحد 4 ايام هادي، وقرينا الفاتحة 3 مرات وآية الكرسي وأواخر بقرة سورة الكافرون الإخلاص الفلق والناس بعض المرات، فواحد البانيو الماء وفتح زوجي داك الحرز في داخل داك الماء، واش تبط له حجاب؟ مزيان داكشي اللي قلت دابا، هذيك هي الطريقة، مزيانة عن أخت جمانة، توحشت بنتي جمانة الله يحفظها ليا، شادي مشتا. يقول واحد أبو ريان، وعاني من الألم في المعدة والتنمل في اليد اليسرى، واش يكون سحر؟ ما نقدرش نقول لك واش هيكون سحر لم يكون سحر. السحر لما كتقرأ على الإنسان وكتبان فيه بعض العلامات، هو هذيك الساعة تقول سحر، لكن دابا الآن ما نقدرش نقوله، حيت التنمل في اليد اليسرى ممكن يكون عنده سبب عضوي، ممكن يكون بسبب الأعصاب مثلا، ممكن يكون بسبب المعدة مريضة. اذا خصك ضروري تشوف الطبيب هو الاول، هذيك السنه تشوف المشكل مزيان، بدي الرقيه، دير الرقيه اخويا وشوف شنو عندك.
الا ما بان لك والو اذا الطبيب خص ضروري يشوف الطبيب. التنمل اللي كيكون في اليدين خصك النورولوج. شوف المعده هو الاول، شوف المعده هو الاول تكون هي السبب في هذاك التنمل اللي كيكون في اليدين. يعني شوف الجاسترو هذا طبيب المعده، هذا ذاك النورولوج طبيب الاعصاب. هنشوفو دابا المشكل، كنخدم بواحد الهاتف، كان عليا نخدم بجوج الهواتف، لكن ما عندناش جوج الهواتف، ندير واحد الهاتف نقرا فيه الأسئلة والاخر نبقى نتبع فيه المباشر. دابا خصني نقلب على الأسئلة، فين هما؟ كما فاتونيك ما كذا، ما فهمش انا داك اللي واحد اللي قال بالنسبه للحريق المتكرر، ما فهمش اش كيقصد، واش الحريق اللي كيكون في الجسد كيحس بالحريق في الجسد ديالو ولا كيفاش؟ ما فهمتش. هي إيه، نخلوكم ربما بارك مع شحال هذه الساعه، هذه الساعه الشباب الى كان بركه لنا نختمو هذا البث المباشر. بصراحة والله ما أعرف شحال، واحدة، هذه الواحدة ربما يكفي. ربما يكفي، نخلو البث، نخلو الحصة أخرى إن شاء الله. هذا الاخ محمد علي كيقول السلام سي خالد، واش السحر العقم؟ جزاك الله خيرا. ما فهمش كيفاش، واش السحر العقم؟ بتقول واش كاين سحر العقم؟ ها كاين سحر العقم، كيدير لك السحر باش ما تولد، كدير رقية كتولد باذن الله، 10 سنين ديال العقم كيجيب الله تعالى الشفاء بالرقية، القرآن الكريم. صلى الله تعالى أن يمن على إخواني وأخواتي بالذرية الصالحة، والإخوة والأخوات بالأزواج الصالحين يا رب العالمين. أنا كان فرحوا إلا كنشوفوا خوتنا مزوجين وخواتنا مزوجات، وكان فرحوا إلا كنشوفوا أسرة عندها وليدات، كان فرح. أنا أول سؤال كنسول الإنسان الزوج والزوجة هو واش عندكم وليدات؟ يلا كيقول لي كان فرح، عند فرح كبير بزاف، كان فرح اليوم، كنقول الحمد لله أن الله تعالى من عليهم بالذرية. صلاة الله يجعلها صالحة. الأخوات اللي ما عندهمش وليدات، والإخوة اللي ما عندهمش وليدات معنا في هذا البث المباشر، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يرزقكم ذرية صالحة معافاة من كل سوء وبلاء يا رب العالمين. والإخوة والأخوات اللي ما مزوجين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم أزواجا صالحين يا رب العالمين، صالحين مصلحين، يقر عنكم بالزوج الصالح، وأن يقر عينك بالزوجة الصالحة يا رب. إن السكينة في الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الشياطين ما كيحملوش الزواج، كيبغوا الطلاق والتفريق. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صافي نكملوا البث، مابقاش عندكم أسئلة. علمنا أدعية ندعي بها لصالح أبنائنا وأزواجنا. الله تعالى كيقول في أواخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء ديال عباد الرحمن، بارك الله فيك السي عبد اللطيف، عبد اللطيف البرش، الله يحفظك أخويا، الله يحفظكم ويبارك فيكم كاملين. عبد الرحمن ابو ويس، ربما ويس عبد الرحمن ابو ويس راه جاوبت على هذا السؤال، الا كان ممكن تعاود ترجع للبث المباشر، هذا الشيء الا خليته ما عرفتش اش غادي يبقى ولا ما يبقاش. جاوبت على كيفاش المنزل، اننا شنو نديرو في المنزل باش نحافظوا عليه من الشياطين. الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم جميعا ويفرحكم في الدنيا وفي الاخره.
أو نخلو حتى إلى لقينا شي وقيته غدا تاني نتكلم معكم في بث مباشر. وجدوا الأسئلة، ربما دابا ما معولينش ياك، وجدوا الأسئلة إن شاء الله، أو لا أرسلوهم في الصفحة باش يكون سهل عليا أنني نقراهم ياك. بالنسبة للجويرية تسأل أنا ما عرفتش التسمية ديال بناتي، هادو جويرية وجمانة، هادو سمية ديال بناتي. جويرية تسأل، هل زيت 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 هل الزيت يمنع وصول الماء لجسم عند الوضوء؟ إلي الله درتيه يمنع، هو حائل حباس، ولكن إلا درتيه واحد المدة كيدخل كيدخل مع المسام بسرعة كيدخل، يعني كيدخل، لكن انت درتي الزيت وتبعتي لي الماء وراه ما كيتلاقاوش. فهمتي مزيان انك تستعملي الصابون ولا شي حاجة، فهمتي تستعملي الصابون يتحيد، الى يلاه درتي الزيت تستعملي الصابون حيديه وتوضي، اخر شيء ديري هو الزيت. مزيان زيت الزيتون انك تقرا عليه القرآن وتدهن به قبل النوم، هذا مفيد جدا. أحيانا قد تتشابه أعراض مرض النفس، ولكن بعض يخطئ في التشخيص بينهم. فعلا أحيانا تتشابه أعراض المرض الروحي والمرض النفسي، فلذلك ضروري من هذاك المريض أننا نشوف المريض ونسولو ونطرحو عليه أسئلة، فهمتي، باش أننا نوجهوه يمشي عند الطبيب ولا يمشي يدير رقية. خلينا نخلي البث المباشر إن شاء الله، نخليه. فقلنا قلت لكم جويرية وجمانة، هادو سمات بالاسميات بناتي بنيتات عندي، ومالك يعلقوا في التعليقات كيفكروني بالبنات. الله تكسر رضوان، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ان شاء الله غنخلي المباشرة، نخليه هكاك. خانا كاع ما كنخلي بحال البث المباشر اللي فيه الهضره بحال هكا بحال الجماعه، ولكن ماشي مشكله نخليه، غنتشجع ونخليه. كنا غنديروا هذا البث المباشر في انستغرام، ولكن كيقول لي بان حسابك بشي حاجه في الانستغرام. صلاة الله يحفظكم انتوما ويبارك لكم في الذريه، يبارك لكم في الحياة ديالكم، تكون سعيدة، يحفظكم من الشياطين ومن السحرة والمشعوذين. أميرة أبيها، رؤية البيت القديم في المنام ما على ماذا يدل؟ بصراحة ما أعرفش، يعني بالنسبة لتعبير الرؤى ماشي أي رؤية ممكن نقدر نعبرها، كاين بعض الرؤى ما نقدرش نجاوب عليهم، ما عرفهمش ما عرفتهمش. كاين بعض الرؤى بحال الأسئلة الفقهية، كاين بعض الأسئلة الفقهية كنجاوبك عليهم، كاين بعض الأسئلة الفقهية تحتاج إلى فتوى أن شي عالم هو اللي يفتي فيها، بحال هكا حتى المنامات حتى الأحلام، ماشي أي حلم ممكن نجاوب عليه، ممكن نجاوب على بعض الأحلام، ولكن هذا ما عرفش، هذا لا أدري. سليم، أعانكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، يسر الله أموركم وأسعدكم في الدنيا والآخرة. ما بغيتكمش تسهروا بزاف باش ما تفوتكم صلاة الصبح، لأن أصلا هاد الشيء كنهضرو حنا كيفاش نحسنوا راسنا، وتكلمنا اليوم على صلاة الصبح بزاف، فمن صلى فهو في ذمة الله، يعني لا سهرتي بزاف ممكن ما تصليهاش، وإلا شتي راسك باللي راه قرابي ودن سهرتي وقرابي ودن بلا ما تنعس، ما تنعس حتى تصنيها، فهمتي، ماشي تبقى جالس كتقابل الفيسبوك وقابل الواتساب وقابل الانستغرام وقابل هادشي كامل، تا كيقرب تبقى نص ساعة الصبح عاد كتقول بغيت نعس شوية نرتاح، هذا غلط. يا اما تنعس دابا وتفيق، ويا اما تبقى فيق حتى تصني باش ما تغرب باش ما تغلط. زيت الشعر، الا درتي زيت ديال الشعر ما كيدوز الماء،
زيت ديال الشعر اللي كيديروا النساء في شعرهم، ثم كيتوضاو وما مسوش الماء. فلذلك الانسان يتجنب هذا الشيء. انا اعتذر منكم، عايزين نخليكم هيك ما سخيناش بكم بالاجوبه والاسئله، ولكن ان شاء الله نعاودوها مره اخرى. الله يجزيكم بخير. خلوا لي اسئله، يا اما فهاد البث المباشر خلوا لي اسئله ديالكم، او لا في رساله خاصه على الصفحه، وان شاء الله تعالى الى لقيت الوقت المناسب نجاوبكم. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.